الله يبارك عندنا فيك. نورة بتقول مساء الخير كابتن زيزو، ايه اخبار تجديد نجوم الفريق السعيد وفتحي وليه كل التأخير ده؟ وعايزه الاهلي يبص على بعض اللاعبين، بتقول على احد اللاعبين من انبي ومحمد حسن من دجلة ولاشين من الاسيوطي، بتقول لاعبين كويسين جدا. اللاعب كمان اللي اشارت له في البداية من لاعبي انبي هو، هتأكد بس من الاسم الموجود وزملائي في الاعداد ياكدوا لنا الاسم، لكن هي بتطرح التساؤل الخاص بتجديد بعض العقود. قفشه لاعب انبي، بتقولوا انه لاعب كويس، فعلا لعيب بتتكلم عن كويس. محمد حسن من وادي دجله ولا شين من الاصيوط، لكن هي حسن في الاساس ده بتسال عن السعيد وفتحي وتجديدهم. محمد حسن ده ابننا برضه، ابن النادي الاهلي. لا هو طبعا الاثنين النجوم الكبار احمد فتحي والسعيد مفيش مشكله فيهم، هي الناس بس مستغربه شويه، انما كل حاجه متفق عليها ان شاء الله. ما عندناش مشكله خالص، لان احنا في المقام الاول بنقدر النجوم بتاعتنا، بنقدر حتى حجم الشكل اللي كانوا ممكن جدا يخرجوا بيه او يستنوا بيه، فما فيش مشكله خالص بالنسبه للاثنين، والاثنين الحمد لله روحهم. لان المواقع في الفتره اللي فاتت بيبقى دايما توقيع العقد او تجديد العقد المصاحب لاسم متميز جدا زي النجمين عبد الله السعيد او احمد فتحي، وانهم من لاعبي النادي الاهلي، فالحديث عن النادي الاهلي وعن اسمين كبار من اللاعبين، فدايما في اجتهادات. متى يحسم الاهلي صفقه فتحي والسعيد؟ قرار الاهلي حاسم كل يوم بنلاقي عناوين براقه جدا ولسه ما فيش حاجه. الاثنين ابدوا الرغبه وفي نفس الوقت النادي عنده الحلول، فما فيش مشكله في الموضوع. الامور ماشيه في اتجاه كويس في التفاوض بين الطرفين، ما فيش مشكله، بس زي ما بقول لك، يحافظ دايما على مصلحه الطرفين، بنقول النادي واللاعب نفسه.